وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم أن يلقاه. حي هلا بكم أيها الإخوة الأفاضل، أيها الإخوة الأكارم. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن كما جمعني وإياكم في هذا المجلس المبارك نذكره عز وجل ونذكر كلام نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجمعني وإياكم ووالدينا ومن نحب في جنات النعيم، وما ذلك على الله بعزيز. أيها الأحبة، ليعلموا أولئك الناس الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين دنسوا عرضه صلى الله عليه وسلم وما دنسوه والله يعجزون عن ذلك، ولكن دنسوه بأقوالهم، وأسأل الله أن يكون ذلك عليهم يوم القيامة، ليعلموا أنه حبيبنا وأنه نبينا وأنه صفوة خلق الله عليه الصلاة والسلام، وأنه من زكاه ربه عز وجل، وأنه من حباه الله عز وجل المنزلة الرفيعة العالية، وأنه عليه الصلاة والسلام من أخرج هذه الأمة من ديار الظلم إلى مراتب النور والهداية والتوفيق. هو صلى الله عليه وسلم من أطعم الله به الخلق بسببه، هو صلى الله عليه وسلم من علم الخلق بسببه، هو صلى الله عليه وسلم من أنزلت البركات بعد الله عز وجل بسببه. يقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول انقلبتم على أعقابكم
يجزي الله الشاكرين. أحبتي بالله، ما سأورده عليكم الآن هو بفضل محمد صلى الله عليه وسلم، ما سأتكلم عنه الآن هو من محمد صلى الله عليه وسلم، ما سيدخل قلوبنا الآن هو من محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه يا ربنا. اللهم يا حي يا قيوم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم. أحبتي في الله، معي اليوم نقاط لا تتجاوز الأربع، ولكنها هي في مجلسنا الأمتع، وهي بإذن الله عز وجل ريحانه الأروع بإذنه سبحانه وتعالى. أتكلم معكم وأنا أقصد نفسي أولاً، ثم أنتم ثانياً، ولكن ما أريده الإنصات ليس بالآذان فقط بل بالقلوب، حتى تعي ما سنقول من كلام الله ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وسنورد لكم بعض القصص من واقعنا الذي نعيشه اليوم. يقول الشعبي رحمه الله تعالى، وسأتكلم معكم عن القرآن، يقول: إذا قرأت القرآن فاقرأه قراءة تسمع أذنيك بل قلبك، ويفقه ذلك أذنيك، فإن الأذن عدل بين اللسان والقلب. بمعنى أحبتي في الله، أن بعض الناس يقرأ القرآن، ولكن ليس أحبتي في الله المطلوب ممن يقرأ القرآن أن يرنمه وأن يلحنه وأن يحبره فقط، بل لا بد أن تقرأ القرآن بتدبر، ولتعلم أن الوعيد الذي فيه أنت مقصود إن عصيت الله عز وجل، ولتعلم أن النعيم الذي ذكر فيه أنت مقصود إذا أطعت الله سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا سمعت يا ابن آدم في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أنا وأنت معنيين في هذا الكلام من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أي كل ما سيقرأ بكتاب الله عز وجل لا بد أن نتدبره وأن نعيه وأن نفقهه وأن نطبقه في حياتنا اليومية، بل الشهرية بل السنوية بل في حياتنا كلها، حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. يقول: تفقدوا الحلاوة أحبتي في الله في ثلاثة أمور: تفقدوها في الصلاة، وتفقدوها في القرآن، وتفقدوها في الذكر، فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، فإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق. أحبتي في الله، من يأتي إلى الصلاة بانشراح صدر وطمأنينة وسكينة، ويأتي أحبتي في الله إليها وهو محبا لها، ومن الناس الذي إذا انتهت الصلاة تجده إيش؟ ينتظر الصلاة التي تليها، يتلذذ بمناجاته لله عز وجل في ركوعها وفي سجودها، يتم حق الإتمام، تجده لا يفرط أحبتي بالله لا في واجب ولا في ركن ولا في أي شيء من هذه الصلاة، يريد أن ترفع إلى الله عز وجل كاملة، يريد أن تكون من الصلوات المقبولة، يريد أحبتي بالله أن يكتب عند الله عز وجل من أهل الجنة. إذا كانت هذه مشاعرك في صلاتك فامضي وأبشر بنعيم الله عز وجل، إن كنت غير ذلك فحاسب نفسك وراجعها، ولتعلم أنك مقصر فيها، واسأل الله عز وجل التوفيق. فليس كل الناس مسدد لإقامة الصلاة، وليس كل الناس أحبتي بالله موفق لأن يقيم الصلاة حق القيام، بل هو توفيق من الله عز وجل. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن الرجلان يصليان أحدهما بجنب الآخر بين صلاة هذا وذاك كما بين السماء والأرض.
الصلاة واحدة، الركوع واحد، والسجود واحد، ولكن أحبة بالله النية هي أحبة بالله مناط النظر من الله سبحانه وتعالى. كما ذكرت قبل قليل، لا بد أن تكون صلاتنا لله عز وجل خالصة. الثانية في قراءة القرآن. يا من تقرأ القرآن عليك أن تتدبر ثلاثة أمور في قراءتك للقرآن. أولا، لتعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب من يترنم ومن يحبر كلامه عز وجل، يحب من يقرأ كلامه عز وجل بتدبر وبتمعن كما ذكرنا قبل قليل. الثاني، لتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، تستشعر بأنك تقرأ وأنت الآن ترتقي. كل حرف تقرأه يستشعر بأنك ترتقي بذلك منزلة في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. إذا أتاك هذا الاستشعار فلتعلم أنك على خير عظيم، ولتعلم أن الله عز وجل قد أراد بك خيرا، وأن الله عز وجل قد أصابك بنور منه عز وجل. فبادر وشمل وكن من المواصلين حتى تلقى الله عز وجل. حبيب على اللسان ولكنه ثقيل في الميزان، وحبيب إلى الرحمن سبحانه وتعالى. من يذكر الله عز وجل ليعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب الذاكرين والذاكرات. يقول الله عز وجل: والذاكرين والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى يحب من يذكره، يحب من يتذكر عز وجل. تخيل أنك في خلوة من الخلوات، وأنت الآن تستطيع أنك تفعل من المعاصي ما الله به عليم، ولكني تذكرت أن الله عز وجل ينظر إليه، أن الله عز وجل مستوى على عرش استواء يليق بجلاله وعظمة سلطان، من هو قادر على أن يذلك ويصغرك إذا عصيته، من هو مفاتيح الأمور بيده عز وجل. حينما تتذكر هذا الموقف وتذكر الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى، يذكرك عند جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وسيرة ملائكته سبحانه وتعالى، يذكرك الله عز وجل لأنك بحاجة أن يذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى، لأنه من ذكره الله في الملأ الأعلى فهو على خير عظيم وأمر بإذنه عز وجل يحبه سبحانه وتعالى. أما في مسألة الصلاة فالكل يعلم مكانة الصلاة في الإسلام، أن أحبة بالله هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أحبة بالله، هذه الصلاة هي روح الإنسان المؤمن الحقيقي، هي مقياس ذلك الرجل الذي يخشى ربه والذي لا يخشى ربه. من صلى الصلاة أحبتي بالله كما يريدها الله عز وجل كما ذكرنا قبل قليل، فعليه أن يحمد الله وأن يستعين بالله وأن يواصل مسيره، ومن كان غير ذلك فليقف أحبتي بالله. من أحبتي بالله فضائل الصلاة: بركة في العمر، وبركة في الرزق، وأنها نور في الوجه، وأن أحبتي بالله تجعل لصاحبها انشراحا في الصدر. أحبتي بالله، هل رأيت ما أحد صلى ثم خرج من الصلاة وقد بان على محياه أن هم الدنيا على رأسه؟ لا والله، والله يا إخوان، من صلى تجده حينما يخرج في شراح وفي طمأنينة وفي سكينة، لأنه أدى أمرا ليس بالسهل وليس بالهين، بل هو الركن الثاني من أركان الإسلام. أحبتي بالله، الآن الإنسان تجتاله هموم وتجتاله هموم، يجيد المواقف يحزن، ولكن بعض الناس يخطئ الهدف، ما يدري وين يروح، تجده يشكي همومه على بشر مثله ضعيف، تجده أحبته يشكي همومه على إنسان هو غارق بالهموم أصلا، هو عنده أحبته بالله مشاكل يريد أن يخرجه منها. وأنا أقول أحبته بالله، هناك باب والله لو ضربناه أنا وأنت والله ما نرجع أحبته بالله إلا وقد إيش
اكتسبنا الأمر العظيم وقد نُهبلت وقد أمر بأن تُقضى حوائجنا. طيب أحبة بالله، الآن أحبة بالله لما يا قبل مطر ما يجينا مطر وش نسوي أحبة بالله بعد ما أمرنا ولي الأمر؟ نصلي صح؟ طيب أحبة بالله جانا خسوف نصلي، طيب جانا خسوف نصلي، طيب جانا كرب وجانا شدة وش نسوي؟ نصلي. يعني بالله أحبة بالله يقول الشيخ أبو عمر مشيقي الله يحفظنا وإياه وجميع دعاة المسلمين وعلمائهم، يقول الآن الصلاة حلت مشاكل السماوات والأرض، عاجز أن تحل مشاكلك أنت يا ابن آدم ضعيف، الحين تغير الكون كله بسبب صلاة. طيب أنت الآن عبد ضعيف ما تغير الصلاة عليك، ما ترفعك الصلاة أحبتي بالله من هم وضيقة إلى انشراح وسعة صدر وإلى طمأنينة وسكينة؟ لا والله منك، ولكن إبليس قاعد على قلوبنا. إبليس أحبتي بالله يجري ابن آدم مجرى الدم، إبليس ما يبينا نواصل أحبتي بالله إننا إيش؟ نشق أحبتي بالله ما بين السماء والأرض بالدعاء. وكيف لو كان الدعاء وأن تصلي؟ أسألك بالله، هل تظن أن الله عز وجل سيخيب من دعاه؟ تظن أن الله عز وجل سيخيب من رجاه؟ لا والله، أقسم بالله يا إخوان أن الصلاة هي كما قيل صلة بين العبد وبين ربه. أحد الشباب يكلمني شخصيا يقول له أحد الأقارب، هذا الرجل عنده 5 أولاد وبنتين، جاءوا يوم من الأيام ما معه ريال واحد، ريال واحد ما يقدر، بكرة المدرسة عياله ما عندهم وسعة، ضاقت بها الدنيا ولا يقدر يسلم، المرتب قليل وما عنده شيء، داج جنهاج على قولتنا بالعامية. فصلى العشاء زين يا اخوان وسلم على واحد من الجماعة، الرجل هذا اللي سلم عليه رجل صالح، قال له وش بك يا وليدي؟ قال له الدنيا على راسي، هناك شيء انت يعني يقول هناك شيء انت تشيله بصدرك ما تبي احد يدريبه، لكن شوف يا وليدي اذا عندك هموم ترى ما مثل قيام الليل، يقول له الشاي يقول ترى ما مثل قيام الليل وجرب كذا حالة المراح. يقول صارت الساعة 12 وقام استوضا وفل السجادة، يقول والله يا اخوان لم تستغرق المسألة ولا ربع ساعة او ثلث ساعة، ويأتي شوف والله يا اخوان انا يتكلم يقول والله انقلع عن انا، يقول والله يا اخوان كنت قد عملت عسكري في حايل أو في تبوك، عامل عسكري في تبوك، وفصلت من وظيفتي وأنا وقتها كنت مسلف واحد 2500 ريال، يقول والله ما يقارب 10 سنوات ما أعرف الرجل هذا ولا أدري وين أرضه ولا أدري وين هو، يقول والله العظيم إن لا تسارق مثلا ربع ساعة أو في الساعة وإذ بطارق يطرق الباب. يقول جت المعيان قالت يا فلان ترى الباب يطق، انت بلا سيد الامام ولا المذنب ولا كذا، الله جيراننا بهم شيء، يقول والله ما طلع من قميصه. يقول لما خرج ولا منه ذاك ابو فلان، ابو فلان يا اخوان، يقول والله العظيم لما اساله قال هذه 2500 ريال قد تسلفت من قبل 10 سنين. قال طيب ايش اللي جابك؟ قال انا اصلا عشانك، انا جاي عندي مهمه في بريد ابى اقضي وبرجع، ولكن ما ادري ايش اللي فطنن، والله بلغ يقول ما ادري ايش اللي فطنن، سالت عن واحد من الشباب وقال بيت من محل فلاني، وانا الان اعطيك الله اقول لك السلفه اللي اخذتها منك. والله يا اخوان يعني لما يستشعر الانسان هذا المعنى اعلم انه وصل الله وتقرب الى الله، ارسله الله عز وجل شخص يحبته بالله 10 سنوات ما يعرفه ولا يدري وجوده، وياتي يحبته بالله من باب الصدفه يا اخوان، لا والله بل الله عز وجل ساقه، الله سبحانه وتعالى أرسله، لأن الله عز وجل كما ذكرنا لا يخيب من دعاه، لا يخيب من رجاه. أحبتي بالله نطرح أحبتي بالله حوائجنا لله عز وجل، من منا ليست عنده هموم؟ من منا ليست عنده هموم؟ من منا أحبتي بالله من ليست لديه مشاكل؟ من منا أحبتي بالله من ليست لديه حوائج يريد أن يقضيها له؟ والله إنك إذا اتكلت على البشر مثلك ترى خسران، اتكل على رب البشر عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو بطانا تغدو خماصا وتعود بطانا. تروح أحبة بالله الطير من عشها تطلع من وكرة ما بطنها أحبة بالله حبة العيش، وترجع مليانة وتوكل عيالك، من اللي يرزقك؟
من اللي أعطاه، من اللي دله، من اللي غذاه، هو الله سبحانه وتعالى. هذا طير حبيبي بالله. طيب كيف أنا وأنت يا من أعطي الله عز وجل العقل، يا من أعطي الله عز وجل البصيرة، يا من نحن ندعي الكرامة بأن الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم، وين حنا حبيبي بالله من أن نقرأ الله عز وجل بالصلاة؟ ليش حبيبي بالله صلاة الفجر لما يجي الإمام يطيب المنذر ما وراه إلا شيبان ثلاثة أربعة، ولما يسلم وراه صفين ثلاثة؟ ليش؟ ما أنت بتبي الجنة؟ ما أنت بتبي منازلنا في الجنة؟ ما أنت بتدعي أنك تبي تكون من الجنة؟ الفعل أحبتي بالله يخالف الواقع. وضعنا في الصلاة مزري، وضعنا في الصلاة خطير. يقول أحبتي بالله أحد الغربيين، يقول إذا أردتم النصر، يعني نحن المسلمين، يقول والله لن ينتصر المسلمون، لن ينتصر المسلمون علينا إلا إذا كان عددهم بصلاة الفجر أمثال عددهم بصلاة الجمعة، غير ذلك انس. أنا أقول والله كلام سليم. الله يا أخوان، المشكلة وكن يا أخوان حبيبي بالله بصراحة، أن المسألة وقعت حتى عند بعض الملتزمين، وقعت حتى عند بعض أئمة المساجد. يحدثني مناسك بي من الشباب يقول والله إمامنا أسبوعين متواصلين 14 يوم ما صلى من الفجر. طيب هذا إمام قدوة، هذا إمام الناس ظل من جماعة ينظرون من ظل ومسال، له ميزان عند الجماعة، له ثقل عند الجماعة. إذا كان حبيبي بالله يلف يدور رجل شو تقول جماعة؟ إذا كان رب البيت بالدب ضاربا هشيمته والبيت هو الرقص، إذا كان القدوة الآن هو اللي يحب يتخلف عن الصلاة وليست تحب تقول أي صلاة، كل صلاة عظيمة لكن صلاة الفجر تشهدها الملائكة، صلاة الفجر نور في الوجه، صلاة الفجر الله عز وجل سماها ايش؟ سماها القرآن، القرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تحضر صلاة الفجر الملائكة العظام الأجلاء الكرام الذين خلقوا من نور لم يعصوا الله عز وجل طرفة عين، يستغفرون لمن صلى صلاة الفجر. أحبتي بالله المسألة خطيرة، المسألة خطيرة. أنا أنصح نفسي أول، أحبتي بالله أنا أول مقصري والله العظيم، ثم أنت ثاني. إذا الصلاة أحبتي بالله استهلنا فيها وش بيك من الدين؟ إذا الصلاة استهلنا فيها وش بيك من الدين؟ تعلمون كلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آخر ما يفقد من الدين، آخر ما يفقد من الدين إيش؟ الصلاة. يعني حنا أحبتي بالله أصبحت الصلاة عندنا على قوة الشيبان قضي الحاجة، متى ما طلت الواحد براسه قام وصلنا. هذه المشكلة والله. والمشكلة إني بعض الأحياء أمام المساجد حقت محطات على قولة المصليات، معليش يا إخوان، والله يا إخوان إني لم أتكلم هذا، إني أثبت وإني أعنف، لا والله أقسم بالله أني أقول في الواقع، رضي من رضي وأبى من أبى، إنهم يطلعون من المسجد قسما بالله أنهم الحال، والله العظيم وصلنا الساعة 5:30 وش بتجعل عندنا المرض؟ أجل جزاك الله خير يقعد يصلى الجمع مع المغرب بعد. ما يجب أحبتي بالله، لا يستهان بالصلاة في هذا القدر. لازم نقيم الصلاة في وقتها مع جماعة، لابد نقدر صلاة حق قدره. أحبتي بالله ترى حنا تميزنا المسلم، أصل تميزه الحقيقي تميزه الظاهر بالصلاة، أداء الصلاة مع جماعة في المسجد، هذا هو تميز المسلم الحقيقي. وش ينفع مسلم لكن ما يصلي في المسجد؟ طيب وش يقول إني مسلم؟ طيب ما أنا بشوفه وأشوف أي واحد ثاني؟ لكن هذا لا، هذا يرتاد المسجد كل يوم. الحمد لله بنعمة، مع ذلك نجد أن بعض الناس يتهاون فيها، هذه مسألة خطيرة. وعلينا نراجع أنفسنا، وأنا أولكم من اليوم، من الآن، حاسب نفسي وعاهد نفسي إني ما أترك الصلاة طرفة عين، وإني إذا تركتها أو فاتتها غصب علي، إني أعند نفسي وعاقبه إني أتنفل وإني أعمل أعمال تكون عوض عما بدر مني في الماضي، حتى الله عز وجل يعينني على نفسي لأن أقيم الصلاة مع جماعة في اليوم والليلة 5 مرات. في مسألة أحبتي بالله بر الوالدين، طبعا أحبتي بالله كل يعلم أن الآباء والأمهات هم سبب وجودنا في هذه الحياة بعد الله عز وجل، صح ولا لا؟ صح ولا يا أخوان؟ ممتاز. طيب أحبتي بالله، وش رأيكم إذا جاء واحد منا وقلنا له تحب أمك وأبوك؟ قال لا ما أحبهم، وش يقول؟ تبلني صح؟ ما حولك أحد. بعض الناس إن لم يقولها بلسانه فهو في واقع كيان يعمل هذا الأمر وهو لا يشعر. بمعنى إذا ويدك عليه زميله أو رفيجه طلع مثل السلام عليكم، يفرغ وقته علشان فلان من الناس، لكن أمه البالغ من العمر 45-50 سنة 60 سنة تقول له يا وليدي أبزور أم فلان،
يا ولادي أبا أروح للمكنان، يا ولادي دي حاجتي بالسوق، يا ولادي أبا أصل المستشفى، أبا أزور المكنان بالمستشفى. إيه الحين ما بحين بعدين مشغول ما أدري كيف، ما عنده شغل والله ما عنده شغل. لكن إبليس راكب على راسه، إبليس قاعد إيش يوجه حسب ما يبي لا حسب ما يبي. طيب إخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الرجل قال يا رسول الله من حق لحسن صحابتي؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. كرر الأم ثلاث مرات. ليش؟ سواد عيونه علشان بنت فلان، عشان بنت بالله عنده بالبنك مبلغ وقدره. لا والله، لأنه أم حملت في بطنها تسع شهور. أنت الآن لو بعطيك حصات دكة نص دكة أو أقل شوي، أبا أقول خلنا منك ساعة بس، ساعة حطها في بطنك اربطها خلنا، والله ما تتحمل ولا خمس دقائق قسما بالله. لكن أمك تسع شهور في بطنها، زوج عليك تكن عليا تاكل منه وتشرب منه وتغذى منه وتخاف عليه وتداري عليه، وفي النهاية لما تخرج من بطنه بعد طلقات، بعد ما ترى الموت بعيونه، بعد أحبة بالله ما تحس إنها ماتت وحيت وماتت وحيت، تطلع من بطنه قد تكون عملية أو طبيعية، ثم تنظر إليك تنسى كل الأذى الماضي، هم الآن فلا تكبده. كيف تعيشه؟ كيف أحبة بالله تخليه سعيد؟ كيف تخليه هني؟ ما تبي يحتاج لحد، لدام هي موجودة تبي تكون بحواجه في الله. في النهاية بعد 10 سنين 15 سنة يجيك أحبتي بالله الشاب يبدل شوارب على أمه، يكسونه الشباب يلعبون عليه، يقولون لا تصير حبيب الخمة، لا تصير على مدار حمار، لا تصير من رجال، أمك ولا مي بأمك، بدل شوارب زين اللي تبي خليك قويين علي أثبت شخصية. لا، مين بدل؟ والله مين بدل أنك تظهر شخصيتك على أمك؟ لا والله، بالعكس خليك كما كان عهد السلف من شدة أحبتي بالله حياة أمه لما تكلمه ما ينظر، ما يحط عينه بعينه، نظر تحت من إجلال الأم، من تقدير الأم. كيف بعض الناس كبت بالله؟ والله العظيم سألت وسألني، يمكن لو أصل لكم قصص وقعتها أنا. طبعا أنا شغال في مركز التأهيل النفسي في بريدة، لو أذكر لكم بعض القصص اللي تريدني من الشباب، يعني بعض لم يصير أمه انقطعت له عائلة أشهر ما تبي، وذا اختار له من بيته لسنتين، والثاني أمه تقول إن جاء عندي والله لا تذبحه، أمه تقول جاء عندي والله لا تذبحه. ليش يا بنت بالله؟ فاعل شناية بهلو، مسوي الهوايب بهلو. أنا وأذكر لكم أنا شيء بالرؤوس، والله إني صادق. يعني والشرجون يا بنت بالله، وأنا أقول معكم صريح، والشرجون من شخص معلش تحملوه ولا ما تحملوه؟ تحملوه ولا ما تحملوه؟ والشرجون من شخص يا أخوان يفعل بأمه. مين على ذي حملت منه 7 مرات، 3 مرات توأم و4 مرات بكل بطن. وكم عمره يا اخوان؟ لم يتجاوز 25 سنة. أضف إلى ذلك أحبة بالله أن واحد منهم حبك على أمه وزين راح البيع. سندخل في مجال المخدرات، عاد دخلنا مجال المخدرات حدث ولا حرج، لكن راح البياع وقال البياع هذه ابره تعطيها امك تنسيها الدنيا وموالها وتاخذ امك اللي تبي. راح وجاب الابره وحط ابنه قطره ما ادري وش في بصمة وقال عطها اياه وقال خذها. يقول لما شربتها الوالده، طبعا تخدير كامل، تخدير كامل، كان مو بوعيه، فعل امه قطع ايدينه، اخذ المجاول شرشح رقبته واخذ البراد اللي عليها، طلع من البيت. مين على ذي؟ لما راح البياع قال له البياع انا ما اعطيك شيء، انت ذبحت امك وبهدلته وهذه شغل امي وانا المسؤول، انا مالي شغل، اروح. يقول لما طلعت والله العظيم وصل والحال، يقول عرضت نفسي اكثر من 5 مرات على اني انتحر، ولكن ما الله عز وجل كتب اني انتحر. امه سليمه والحمد لله، الين يعني ما تقطعت مره، بس يقول جرحته وقطعت يدينا من احنا سكين وكذا، لكن حبيت بالله يصل بالحال بعض الشباب انه يلحق. قال نعم،
هو يرجع علي نفسه يقول عندنا جار، عندنا جار والله العظيم قسما بالله انه حاجر ابوه في تبوك 7 سنوات ما يشم الشمس، ما يشم الشمس ولا يشم. ليش؟ علشان طلب منه سياره وعي ابوه لانه مخطئ وحجر ابوه 7 سنين. امه وخواته في ذور وفي خوف وفي هلع. ليش يا اخوان؟ لانه اتبع سبيل الشيطان. ليعلم كل اولئك ان هذه الام هي سبب وجودك بعد الله سبحانه وتعالى مع الوالد. هذه الام حقها عليك البر، حقها عليك انك ترحمه كما رحمك يوم صغير، ترى اب يوم رافت بك وانت صغير، عليك انك تكرمه يوم اكرمك وانت صغير. ما تصير نذل، ما في تشيمه ولا رجوله ولا نخوه، لا، يجب انك ترفعه، يجب انك ترفعه فوق. خل امك تعتز بك يوم انك تروح عند فلانه وعند فلان يقولون عند فلانه يقول والله والنعم. ما يخلي امك تحتاج لحد دام هو موجود، وما تحتاج لحد. هذا الرجل. اما اللي يروح يستعسلي بالشوارع مع فلان وفلان وخلي امه، هذه مساله تبت بالله. سمعت قصه قبل ايام، يقال ان هناك رجل احد الدعاة زاره مركز مسلمين، قد تكون سمعتوا حبة بالله ولكن من ذكرى، ودخلت حبة بالله مركز المسلمين ولا في حبة بالله، شايف جالس على محيا سيما الخير، ولكنه حسيت انه في هموم ضايقه، في مشاكل عاصمه. فلما مريت من جنبه قلت له سلامات يا عم، وش فيك يا عم؟ ايش كل همومك؟ فضفض عن نفسك. قال لا ما فيني شيء. يقول لا الذنب عليك الا تقولي فيك في شيء، وانا ما راح اخليك من الان لما تقول. قال لي اول شيء يا وليدي انا جوعان. قال طيب المستشفى ما بيطلق عشاء؟ ما يجيب له غدا؟ قال لا بس ما يجوز. طالب طب يا وليدي يقول سم اعمل اطلب. قال لي تجيب لي خبزه وقوطي لبن من البقاله. قلت سم اقوم اروح واطلع واجيب له ما يبي. ورجعت اعطيته اياه، اكل شبع شوي. المراد اللي بيتاخذ وعدي معه قال لي ولدي شوف انت الان تبي نعطيك الصراحه ولا لا؟ قلت له اعطني الصراحه. قال انا لهنا الان صار لي ما يقارب 6 سنوات. طيب قال عيالي ما شفت ولا واحد منهم خلال 6 سنين، ما شفت ولا واحد منهم، ولا واحد يدق علي منهم، لا البنات ولا العيال. طيب زود على ذلك اخذين مالي وموزعين الورث وانا حي. كيف يوزعون ورثي وانا حي؟ من اللي يوزع عليهم؟ من اللي ما يخاف الله؟ قلت يا عم طيب ركض شوي، وقاعد يصيح قلت ركض شوي اذكر الله. قال يا وليدي انت ما حسيت بالموج اللي انا احس به، ألم مولد ما يعلم عند الله. طيب يا بي خلاص ادعي له، أنا أحاول إني أسعى أجيب لك هديهم. قال ما أنت بقادر، ما أنت بأول واحد ولا ثاني واحد ولا ثالث واحد اللي كلمته، كثير من كلمته وقلت له ولكن ما في. قلت يا بي طيب ادعي لهم إن الله يهديهم، إن الله يحنن قلبهم عليك. قال قل أمين. قلت أمين. قال قل أمين. قلت أمين. قال الله لا يوفيتهم حيين ميتين، وانا خصيمهم امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه الحكم العدل. قلت يا عم ما يصلح. قال لا يصلح، يخونونا وانا حي، يعقونا وانا حي، ياكلون مالي وانا حي، هذا لو شجي منهم يولي. لكن ما اقول الله لا يوفقكم لا دنيا ولا اخره، والله ان شاء الله يكون حكم العدل بيني وبينهم يوم القيامه. يكون طلعت من عنده وانا اقول له يا وي وكل المساله مره يعني مره منزل من يدي عليهم. يقول جيت لهم بعد تقريبا 3 شهور يقول تبزوره، يقول تذكر يقول تبزوره. يقول لما جيت دخلت غرفته ولا سرير فاض. يقول واروح لما الاستقبال واسالهم قلت العم اللي كان الغربه هذه وين؟ قالوا فلان مات من شهر. شو؟ قالوا مات من شهر. قلت طيب مات وهو راضي عن عياله ولا لا؟ قالوا له عياله ولا لا؟ قالوا مو هو حبة بالله يحتضر.
والله لا يوفقهم حيين متين، الله لا يوفقهم حيين متين. طيب انا اسال احبتي بالله سؤال، هذول وش كانوا؟ وش كانوا يوم خلوا ابوهم يدي عليهم؟ وش كانوا يوم راح ابوهم احبتي بالله ومرضي عنهم؟ انتم اسمعوا قول الله عز وجل في هذه الايات الى حق وبر الوالدين، وانتم احبتي بالله راح تقدرون وتقيمون المساله. انا ما راح اتكلم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أحبتي في الله، وضع الوالدين أحبتي في الله أمر جميل، بأن أحبة الله نحترمهم وأن نقدرهم، أن نتلمس حاجاتهم، مثل بأنك تسعى لنفسك الملبس جديد وراحة هنينة ومأكل طيب ومشرب طيب ومركب طيب. لابد أحبة الله نتلمس حواج والدينا إذا كانوا أحياء. أشوف أمي وش تبي، يمكن تبي طيب، تبي كلا صلاة، تبي سجادة، تبي أحد يوديه ويجيبه، تبي تريح. وأنا أحبة الله الأم عنده شعور، ترى إنسان، ترى له مشاعر، مثل مثلا تصالح اخوك او تصالح ولد عمك او حبيبك، صالح امك، اجلس معه، قل له يا ولد فضليني، اعطينا اللي عندك. ليش بعض الناس لما تكلمهم بالجوال ها احبتي بالله كانهم كلم اعدى اعدائهم؟ ما هذا حق عليك؟ ما هذا اللي امرك الله عز وجل به؟ لين شوينه؟ خله تحس انك محترمه، انك مقدره. لو تجي واحد من الشباب تقول له لما تطلع حب راس امك وحب ايده وحب رجله، قسما بالله انه قليل بحقه، والله العظيم قليل بحقه. احب رجله واحب ما اعتقد بحبته في الله، مو برجله بس. ابوك ليش ما يسمع منك الكلمه الزينه؟ ليش ما يشوفك رجل من الرجاجيل؟ يعتزمك لما تروح لبعض المجالس انك تكون ملتزم ورجل طيب ورجل خلوق، تحفظ القران وتواظب على الصلاه وما مشيت ورش الرجاجيل. لا تحبته في الله ممن اذا جاء ابوه قالوا ابن فلان، قالوا والله مطلوب، والله ورده ما طريت. ليش؟ ما قالت الناس الكلام هذا احبتي بالله عبث او لانهم تشبون منهم، لا، هو اللي جاب نفسه المذمه، جاب نفسه المهانه، هو يقدر يصير احبتي بالله احسن الرجالين، لكنه اتبع سبيل الشيطان حتى جعل الشيطان في هذا احبتي بالله الوضع. اقول احبتي بالله الوالدين امر عظيم، وقدر احبتي بالله كبير، لابد ان نحترمهم احياء وامواتا. إذا كانوا كما قلنا أحياء نبجلهم ونعظمهم ونعطيهم قدرهم، وإذا كانوا أموات ندعو لهم ونتصدق عنهم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يبر والديهم أحياء وأموات. أحبتي في الله، من الأشياء التي يجب على المسلم أن يراعيها حق رعايتها أن نعيش في أمن وأمان، ونعيش في خير عظيم. فلا تغرنكم الدنيا وما فيها وزينتها، وعلينا أن نشكر هذه النعمة
بأن نطيع الله سبحانه وتعالى حق الطاعة، وأن لا نقترف أي معصية، وأن نحذر من حولنا من أن يعصوا الله عز وجل. فهنا هو حقيقة الشكر، وهو حقيقة أننا نعترف للمنعم عز وجل بفضله ومنته علينا. ليست المسألة أحبتي بالله تشغيل الأغاني والرقص قدام الناس وأحبتي بالله أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لا، علينا أن نشكر الله بطاعته، أن نشمر سواعدنا لأن إيش؟ نرضيه عنا سبحانه وتعالى. هنا حقيقة الشكر، وليست كما ذكرت قبل قليل. في ختام الكلام نشكر الإخوان في لجنة التنمية الاجتماعية بحي الفائزية على أن قاموا واجتهدوا ويسروا أن جعلوا مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، ويذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وسلف هذه الأمة وتابعيهم وخير هذه الأمة إلى يومنا هذا. فلهم منا الدعاء، ولهم منا الشكر، ومن الله عز وجل أن يوفقهم ويسددهم في أقوالهم وأعمالهم. نسأله بمنه وكرمه أن يحرم أجسادهم عن النيران، وأن يجعلنا وإياهم من أهل الجنان. ختاماً أيها الأحبة في الله، أسأل الله بمنه وكرمه أن يكون قد وفقنا بإيصال ما أردناه من كلام، وأن يكون هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وإن كانت المسألة أحبة في الله مختصرة وركيكة نوعاً ما، ولكن هو توفيق من الله إن كان فيه من صواب، وخطأ من نفسي والشيطان إن كان هناك من خطأ. أسأل الله لكم التوفيق والإعانة والسداد. أسأله مني وكرمي أن يبارك في أعمالكم وفي أوقاتكم. أسأله عز وجل أن يجعلكم ممن يخافه ويخشاه بالغيب والشهادة. أسأله مني وكرمي أن يجعلنا وإياكم ممن يرضون ما يعطيه عز وجل، وأن يصرف عنا ما لا نرضيه سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.